ظلام وظلوم تلكاهما صيغة مبالغة ولا لا؟ صحيح. ظلام خسر ابن قال فقط نفي عن ظلم العبيد فقط بظلام للعبيد، ظلام العبيد ظلوم للإنسان وذم صحيح. فقط للإنسان، كان الإنسان ظلوما جهولا للإنسان فقط ظلم صح. هي من حيث اللغة، اللغة لا تفرق لا بينهم، لكن خصوصيات الاستعمال. سبحان الله العظيم، هل هذا دلالة معينة؟ هو القرآن معناه تعبير مقصود، يعني إذا مش مسألة صيغة مبالغة، مسألة تكثير. حتى المسألة ليست لغة، إذا هي أبعد من اللغة طبعا. سماع وسميع، أخونا استخدم سميع وسماع استعمل، لكن استعمل سماع هذا فقط في مقام الذم الإنسان. سماعون للكذب، سماعون لقوم، سميع لا، سميع استعملها لله سبحانه وتعالى، واستعمل الإنسان في مقام المدح، جعلناه سميعا بصيرا. صح، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا يتذكر. وعن نفسه هو سميع، سميع بصير، سماع سميع.